بعرف نانسي انك بحاله نفسيه منا منيحه، ولكن بدي بس اخذ منك جمله واحده لنطمن المشاهدين عنك، شو بدك تقولي لي؟ اول شيء بدي اشكر كل يلي طمنوا علي واتصلوا فيي، انا بخير، اهم شيء انه عائلتي منيحه، الاولاد اهم شيء انه اني منيح، وانا هلا مني بي يعني مني بي بصدد اني احكي، ما بقدر احكي هلا. نحن بنحترم هذا الموضوع. الحمد لله على السلامة نانسي من ام تي في ومن كل اكيد المواطنين اللبنانيين يلي وعيوا اليوم على هذا الخبر.